بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشرح لحضراتكم ازاي نضيف ادوات المكتب اللي هي ديسكتوب جادجتس على ويندوز 10 اللي هي كانت بتبقى موجودة في ويندوز 7 اللي هي بتتكون من الساعة والتقويم اللي بيبقوا موجودين على سطح المكتب اللي هي زي الموجودة في الصورة قدام حضراتكم دلوقتي. ده بنختارها من الاختيار ده. طبعا حضراتكم حاليا انا لو ضغطت على سطح المكتب كليك يمين مش ظاهر عند الاختيار بتاع الجادجتس، مش ظاهر عند الاختيار بتاع الجادجتس اللي هو بيظهر لي منه الساعة والتقويم الى غيره. طيب انا لو عايز احملهم عندي في ويندوز 10 كشكل جميل عندي على الديسكتوب وكاختصار هام هعمل ازاي؟ تحت الفيديو اللي حضراتكم تسمعوه هنلاقي رابط، الرابط ده هيودينا للمدونة اللي هي دي اللي هنقدر من خلالها ان احنا نحمل البرنامج. طبعا انا حاطط رابطين للتحميل بحيث لو رابط منهم وقف لا قدر الله يبقى التاني شغال، ومختار مواقع سهل التحميل منها جدا من غير اي مشاكل، موقع ميديا فاير، موقع مركز الخليج. طبعا بنضغط هنا او اضغط هنا ده عشان نحمل سواء من ميديا فاير او من مركز الخليج. بعد ما بنحمل البرنامج بينزل معانا بهذه الصيغة بصيغة مضغوطة. طبعا اول حاجة ان احنا هنفك الضغط بتاعه، بنقف عليه ونختار كليك يمين وبنختار اكستراك هير او استخرج هنا، بيستخرجه بيظهر معانا بهذا الشكل. ده شكل البرنامج، بنضغط عليه كليك يمين وبنختار run as administrator وهنبدأ نسطبه عادي. هنختار عايز نكمل الاعدادات باللغة الانجليزية او باللغة، كمان في لغة عربية كمان اهي، نجرب العربي مفيش مشكلة، هنقول له اوكي وهنكمل معانا في الاجراءات عادي زي اي ابليكيشن وبرنامج عندنا على الكمبيوتر. تالي تثبيت، دلوقتي بينزل عندنا على الويندوز، بننتظر لغاية ما يخلص خالص. ودلوقتي خلص، لما هنضغط كليك يمين هنلاقي ظهر عندنا الاختيار بتاع الجادجتس، بنفتحه وبننزل بقى منه الاختصارات اللي احنا عايزينها، الساعة، التقويم الى غيره من الاختيارات. طبعا دي مثلا الساعة عندنا فيها اختيارات 8 اشكال، بنختار الشكل اللي يعجبنا وبنثبته. هنا ممكن يعني نطلق عليها اسم، انا مثلا هسميها حماية. هنا التوقيت بتاعي، انا توقيتي هنا مثلا القاهرة. وهنا لو عايز اظهر العقرب الخاص بالثواني اللي هو لونه احمر، هنا زي ما انتم شايفين هنا مش ظاهر، فلو اديته شو هيظهره في الساعة. وهنا ظهرت اسم الساعة. هنا بالنسبة للتقويم طبعا هنا لما بنضغط هنا بيظهر لي تفاصيل الشهر كله او اليوم اللي احنا فيه فقط. وبكده نبقى نزلنا ادوات سطح المكتب اللي موجودة على ويندوز 7 عندنا على ويندوز 10. اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة، ولو حد عنده اي مشكلة او اي سؤال يتفضل يكتبه اسفل الفيديو. سعدت بحضراتكم ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.